اليوم فقط أنوه إلى سيكون هذه في الصور التي تحدثنا عنها قبل قليل بخصوص الغارة الإسرائيلية على رفح في هذه الأثناء بالتزامن مع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية عبر معبر رفح. إذن هذه صور مباشرة للغارة الإسرائيلية الآن على مدينة رفح بالتزامن مع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الطبية والإغاثية.